وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم الموهبة الشعرية إبراهيم السامعي. أهلا وسهلا فيك إبراهيم معنا اليوم. أهلا وسهلا بكم وأهلا بقناة تلقيس ومشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا فيك إبراهيم. طبعا مجموعة أسئلة بسألك فيها، بداية خفيفة وظريفة متكررة في البرنامج، بعدين بنرجع للأسئلة اللي معنية بك وبشعرك. مستعد؟ تفضلوا. كالعادة أوصف نفسك بكلمة. الأمل. صاحب أمل. طيب، أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ واتساب وفيسبوك. شخصية تتمنى مقابلتها؟ شخصية أتمنى مقابلتها إسماعيل هنية. شخصية داعمة لك؟ أبي وأمي وأخي الأكبر شوقي. مجال دراستك؟ علاقات دولية. نتعرف الآن على إبراهيم السامعي وبدايته مع الشعر، تفضل. والله أول قصيدة كتبتها وأنا في الصف الرابع الابتدائي، كانت قصيدة ركيكة، لكن تفجرت الموهبة بعد أن دخل الحوثيون مدينة صنعاء، فكتبت قصائد وبدأت بنشرها منذ تلك الفترة. جميل. طيب، ما عرفت أنش على إبراهيم السامعي، من هو إبراهيم السامعي؟ إبراهيم السامعي الاسم إبراهيم حمود السامعي، محافظة تعز، مديرية سامع. نعم. العمر 19 سنة، حاليا طالب في مدينة قيصري تركيا، تخصص علاقات دولية، عضو في اتحاد الطلاب اليمنيين فرع قيصري. جميل. وعضو مؤسس في نادي زوايا المكتبة للقراءة في اتحاد الطلاب اليمنيين فرع قيصري. جميل. طيب إبراهيم، نرجع للأسئلة. بداية لما بدأت تكتب الشعر أكيد تأثرت بأحد الشعراء، فبمن تأثرت في كتاباتك في البداية؟ والله حقيقة أحب الشاعر البردوني كما أحب الشاعر محمود درويش. جميل. طب أول قصيدة لك؟ أول قصيدة لي كانت بعنوان الوغد بعد أن دخل الحوثيون مدينة صنعاء. جميل. كنت أعتقد أنك بتتكلم على صف رابع. طيب، كم عدد القصائد اللي كتبتها حتى الآن؟ والله حوالي 35 قصيدة هكذا. قد فكرت تجمعهم بديوان؟ أفكر، نعم. طيب إبراهيم، ما هي المرجعيات الأولى التي شكلت ذخيرتك الشعرية؟ يعني بشكل أوضح، ما هي الكتب التي قرأتها في البداية أو الشعراء الذين جالستهم؟ أنا منذ الصغر وأنا أحب الشعر وأقرأ الشعر بشكل كبير. جميل. فكنت أقرأ للبردني، أقرأ لمحمود درويش، أقرأ للشاعر عبد العزيز المقالح الشابي ولكثير من الشعراء. جميل. هل صادف وجالست أحد الشعراء اليمنيين الكبار المعاصرين؟ لا والله. إن شاء الله ينكتب لك نصيب. يعني بإذن الله. إن شاء الله. طيب، من القارئ الأول لقصائدك الشعرية وما هي درجة ثقتك فيه؟ هو أستاذي الذي علمني منذ الصفوف الابتدائية، الأستاذ عبد القوي محمد إسماعيل. جميل. وكان له الدور الأكبر في تشجيعي وتحفيزي. إيش اللي كان يساعدك فيه؟ كنت أكتب القصيدة فأعطيه إياها ليراجعها لي نحوياً وبلاغياً. طيب، دائماً لاحظت أنك دائماً تختار الشعر الحر على ما يبدو، هل هو ما تفضله؟ يعني أنت مستقصد تختار الشعر الحر ولا؟ الشعر الحر يمكنني أن أعبر عن فكرتي بشكل سهل جداً، يعني بدون تكلف. طيب، يعني بالمقابل، هل ترى أن قواعد نظم الشعر مقيدة لإحساس الشاعر؟ أحياناً، لكن في الشعر الحر يستطيع السيطرة عليها. طيب، طالما أنت معك هذه الفكرة، أكيد في طقوس خاصة لكتابة الشعر، إيش هي طقوسك؟ طقوسي بيئة ساكنة، فنجان قهوة وهكذا. تحت سير فنجان القهوة. طيب، حدثنا عن مشاركاتك الخارجية والداخلية. والله لم أشارك كثيراً، فقط أنشر قصائدي في الفيسبوك، وحالياً وجدت حاضنة هي اتحاد الطلاب اليمنيين في فرع قيصري، كما شاركت في مجلة كل الخواطر، مجلة لبنانية، وفازت قصائدي بالمرتبة الأولى لشهر نوفمبر الماضي. جميل، مبروك عليك. طيب، إيش ردة الفعل من القارئين في الفيسبوك؟ كيف التفاعل؟ والله التفاعل كان كبير جداً، حتى أنهم يقومون بنشر القصائد على صفحاتهم، ويقومون بمراسلتي على الخاص وتشجيع تنفيذي وهكذا. جميل. إيش المواضيع اللي تركز عليها في كتاباتك؟ المواضيع الحماسية والمواضيع التي تهم الأمة. حماسية؟
مثل؟ مثلا قصيدة الوغد كتبتها بمهاجمة الحوثي مثلا، محاكاة ما يدل في تعز حاليا. ها جميل. قصائد العودة لفلسطين الأبية وهكذا. جميل. طيب ما الأمنية التي تتمنى تحقيقها على المدى الطويل؟ أمنيتي كبيرة جدا، أولا أن أنهي دراسة الدكتورة في تخصص علاقات دولية، ثم أصبح رجل دولة بامتياز أقوم بخدمة وطني وأمتي. جميل. وحول الأدب؟ إيش طموحك؟ الأدب أن أكون شاعر، أكون شاعر مخضرم بإذن الله. طيب بما أنك محسوب أديب، إيش بتلقي علينا في نهاية اللقاء؟ كما تحبون يعني، أي قصيدة؟ كررت كثير الوغد، فتفضل لو تلقيها. قصيدة بعنوان الوغد، طبعا كتبتها بعد أن دخل الحوثيون مدينة صنعاء. أقول فيها: وغد أتى يتكبر، وغد أتانا وعسكر، أحال الأرض لغما وشوكا وخنجر، دم هنا وهنا الحر يقبر، كم من منزل دمر، بل كم تعدى المساجد ثم فجر، أشجارنا الخضراء كسر، وماؤنا العذب عكر، أحلامنا بخر، ومشروعنا عثر، لكنني لم أيأس أن تتكثف الأحلام التي تبخر، وطريق مشروعنا لا شك يوما يتيسر، فربيع النصر ها هو قادم يتبختر، فغدا ستسهر الأشجار التي كسر، وغدا سيصفو الماء الذي عكر، حينها ستعلو أصواتنا في الريف والفندر، الله أكبر الله أكبر، انهزم الوغد وأدبر، انهزم الوغد وأدبر. كلمة أخيرة إبراهيم. كلمة أخيرة أقول فيها: بعد الغروب سيأتي القمر، ستأتي النجوم ويحلو السمر، بعد الظلام سيأتي الضياء، ويأتي النصر، يأتي الظفر، تزيد السيل سيل الدماء يسرع ويربو. الشاعر إبراهيم السامي، أشكرك جزيل الشكر، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم.